هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر ما يسمى بيوم عاشورة، عادي يعني، عادي جدا. السنة يصوموا والشيعة يطبروا ويجننوا ويلطموا، وكل من على دينه وسالفه إلا الحوثيين. كل يوم عاشورة يحوشوا حوشة الجنة، لا اللطميات حقهم ولا مذهبهم، بس لازم يرضوا أسيادهم عشان يقولوا إنهم شيعة. حالة جن خاور ومستحي، وما منهاش يلطموا أنفسهم ويشوفوا الناس الحوثي يعمل بنفسه كذا. شباب روحي مشتاقة. ما يقاش أبداً أبو جبريل يتبهدل كذا. البقية بس لو يبدأوا يلطموا أنفسهم، والله الشعب اليمني بيساهم إسهام كبير وعظيم، ما بيبقي قاوق إلا ويتم اللطم فوقه إسهاما في عاشورة. فإيش الحل؟ رجعوا الحوثيين لاقوا حل وسط، حل مقنع، وإنهم يحتفلوا بعاشورة واللطم يقع على المؤتمرين. أسفخ لك وزير مؤتمري هنا ولا كسر يدات صحفي والطيم ونوتف وشمت قدام عياله، وربنا يكتب الأجر. هيهات من الذلة يا لثارات البزرميطة. وادعس لك واحد مؤتمري كان ايش؟ مش اللي انتم صف واحد في مواجهة العدوان والتحديات، وهذا كمان تحدي. في حد لازم يتلطم، يعني لازم يتلطم. عاشورة مش حق هدار، اديله. في الوقت اللي لقي لهم حوثة مطلع مخرج بالاحتفال بعاشوراء واللطم للمؤتمرين، حوثة منزل قالوا أبداً لا يمكن. بعض الحوثة خاصة حوثة من حق تعز زروا للطرف إلا ولا لطميات. جمعوا لهم 10 جهال في غرفة مترين بمترين، وهات لك يا ديباك صدور. ذكرى كربلاء لم تندثر ولم يغب نهجها الحسيني، وإن كانت الحالة الأمنية التي تفرضها استمرارية العدوان واستهداف مجالس العزاء الحسينية في اليمن جعلت للذكرى وضعاً استثنائياً خاصاً. في اليمن الله الله، والخرط يا قناة الغدير. اليمن قضي كل غرفة مترين بمترين، مخزن ودارة، مجالس العزاء في اليمن. لو عاد اجتمعوا في ديوان إيش بتقولوا؟ وزي ما شفتوا ما فيش إخلاص خالص، مش مقنعين، خبط خفيف. فين الخبط القوي ولا ايش؟ الجماعة يشتوا لاطم. لا ما تحبوش الحسين شكلكم. ينطلق الشعب اليمني بيجسد هذه الشعائر ويجسد هذه الذكرى ويجسد هذا الولاء بالجهاد ضد بني آل سعود أمريكا وإسرائيل، انطلاقا من إقامة هذه الشعائر. قلت لي هو هذا الجهاد حقكم، تتجمعوا بالغرف وتجيبوا كاميرات وقدوا جهاد، ترفعوا لي صورتين وسلاسل حق المفاتيح وقدوا جهاد، والكرس والمقابل لعيال الزرابي للقبائل. هاتوا فقي ثاني من قهوقات منزل نشوف لو عاد بيعدل قليل. لولا هذه الشعائر الحسينية ولولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام لما وجد الإسلام. مو قلت يا قلبي؟ كيف بالله عيدوا شكلي ما عاد اسمع عشانا. لولا هذه الشعائر الحسينية ولولا ثورة الإمام الحسين عليه السلام لما وجد الإسلام. لولا نأخذ من الصدر، لولا دباق الصدور ما وجد الإسلام. آخ لو أجيت على أيام النبي صلوات الله عليه كنت بتوفر عليه كثير. كانت هلها لطمطين بزخط بمكة ونشر الإسلام،
بدل الغزوات والهجرات يدخل له زغط والطوم وسبرات أمور. يعني ده آخر كلام عندك؟ اللي قبل الخبيث ده مش إسلام، وشغل اللي قبل الحسين رضي الله عنه ما وقتش الإسلام، نصف قرن قبله ما كانش في إسلام. وإيش كمان غير إيجاد الإسلام بالخبيط؟ ولما انتصر الظلم، هذا هو ولما انتصر الظلم، ولما انتصر الظلم، هذا هو هذا هو الحشيش الرخيص، البردقان المضروب. يسترخصوا القاوقات منزل ما يقوموش لهم نوعية قوي وغالي. وثورة الإمام الحسين هي ضد أمريكا وضد إسرائيل وضد الظلم الذي يحصل على الشعب اليمني. الله، كان أمريكا وإسرائيل من أيام الحسين هلهم كانوا مختلفين، هو كولومبس الظاهر صح، مختلفين على البترول، وكل واحد زعل وشللوا سفينة وغواصة وهربوا. أقول لكم بيقوبوا القاوقات منزل النفالة حق البردقان والحشيش. ورغم السطلة والكيف مفتحين لانتحال صفة الشعب اليمني. الشعب اليمني ما هذا ما يغيبش عنهم، ما يغيبش عنهم. هم الشعب اليمني، يعني هم الشعب اليمني. صميل يا صميل، هم الشعب اليمني وهم عيال النبي، يعني مع بعض بيرت بلاس اثنين بواحد، هم كل شيء. هكذا هي ثورة كل حق ضد باطل وضلال. أنور الشلفي، الغدير، صنعاء. اها، شوفوا، مش بس بدلوا بدل شعب شعب ثاني، ولا بدل جمهوريه جمهوريه ثانيه، ولا بدل سبتمبر سبتمبر ثاني، استنسخوا حتى شلفي بدل الشلفي. ها، وزيه على فكره عريض. من فين اقول انا ذول البلاوي؟ من فين اخترعوا لنا ذول القصص؟ غدير وحسينيات ولطميات وتطبير. معلومات تستغربوا عليها بس هذه حقيقه. تم دعنا اقول لكم نظام المخلوع، دعم الحسينيات وفتح حسينيات في تقريبا على ما اتذكر في 99 تقريبا. فتح حسينيات اين؟ حسينيات في حده، تم فتح حسينيات في حده رسميه باناس اجانب وفتحها ودعمها من جهاز المخابرات. وهذا تتفاصح اليوم على الملازم يا مخلوع انخلاعا، باب باب لا وفقك ولا رحمك. كل البلاوي من تحت راسك انت اللي قلبتها لليمن يا أس البلا والخراب. تتآمر على اليمن وهذا حوثي يفضحك علني اليوم، وكم من بلاوي تتكشف والمؤتمرين يتلطموا ويندعسوا ومكانهم مزبطين بعد الزعيط بعده هبلا هبل، لا بيصحوا ولا بيفوقوا من سكرة المخلوع، لا على وطن ولا على دين ولا حتى على أنفسهم وأعراضهم. ولكم في كامل الخوذان عبرة. فاصل ونرجع نواصل. هيا أبوكم ومرحب. أخرنا إيش قالوا لهذا الجزء؟ قلنا ما بنسوش نفوسكم من أول حلقة، خلونا نشوف إيش قالوا. قالوا الطفلة بثينة ضحية طيران التحالف اللي قصف منزلها وفقدت أسرتها. وصلت بثينة للسعودية بعد إيش؟ بعد ما طفشت، بعد ما استغل الانقلابيين مأساتها وزايدوا على تبنيها وقضيتها. ما عندها حجة تهرب للجن. بالله عليك حد يشوف هذا وهذا تضامنوا معه وما يخرجش من البلاد؟ بقى يخرج من جلده مش إلا من بلاده. قالوا يحيى الحوثي وزير آسين آي أو الحوثي يهدد المدرسين المضربين بسبب رواتبهم المقطوعة طوال العام وتغيير المناهج، يهددهم باستبدالهم بمدرسين من كيس القاوقات. طيب يا كيس علاقي، ليش بس المدرسين بتستبدلهم؟ مع عمال النظافة أضربوا لما قامت قيامة الكوليرا في البلاد، لليوم 2300 حالة وفاة، ليش ما هددتوهمش بالاستبدال؟ لأن القاوقات ما يشتغلوش منظفين، عيب. لكن أي وظائف ثانية جاهزين موجودين داخل الكيس بلان.
وكمان يحيى الحوثي يلغي مجانية التعليم ويقرر مبالغ كبيرة لتسجيل الطلاب، واللي ما فيش معه يديها يا حوثي سمن وبيض وضفع مدري كوبا، ولا ضروري نخذل وعدل عهد الجراف عهد الضنا والحراف. الناس ينتظروا آخر كل شهر رواتب، وفي اليمن يتخافزوا لهم النت آخر كل شهر خطابات. اليوم بعمل لكم ميكس كذا فخفخينة خطابات انقلابيين على شرعية. بسم الله. ثورة 26 من سبتمبر قدمت الآلاف من الضحايا في سبيل انعتاق شعبنا اليمني العظيم من الظلم والاستبداد الذي جثم على شعبنا. يا علي، ثورة 26 سبتمبر قلنا لك بعتها بالقلي واللسيس للإمامة بيوم أسود، واليوم ذكرتها لما انقثم على صدرك برميل الثورة. أوف والله إنه ثقيل لك. استحمل يا أبو عفشفش، استحمل. فالإمام الحسين عليه السلام حدد الموقف وحدد الخيار وقدم، هو فعليا قدم الدرس وتحمل المسؤولية، ولم يكن فقط مجرد مفتن أصدر فتوى وأطلقها، بل كان هو في طليعة هذا الموقف متحملا للمسؤولية بكل ما تغنيه الكلمة ومتحركا بنفسه. أوبا، الراجل راحت عليه نومة بيوم سبتمبر، رقد مع الصحيل على كربلاء ومقتل العزيز، مشي عليه يوم 26 سبتمبر زي يوم رمي القمرات على إبليس، عمل منهمك وما يسمعش، ونطلنا انه الحسين كان متحرك بنفسه. طيب وانت ليش حانب بالمغارة؟ ليش ما تتحركش بنفسك؟ ولا بس تدهف لك عيال الناس؟ ليش ما تعمل حتى كده بصدرك؟ مش فاضي، ها مش فاضي، جالس تعد الربط تعد الفلوس، لكن غيرك بيقنع الايرانيين. الشعب اليمني اولا لن يقبل بالتجربة الايرانية. قل لهم يا فندم، قل لهم واحد بصنعاء يدقها علينا عبد جمهوري، والثاني بمغارة بصعدة يلاحق المآثم والتعازي، عملوا تحالف زي حبة المضاد الحيوي، حب نص أحمر ونص أسود، ذاك الولي الفقيد وهذا الزعيم الفقيد، والشعب يتصروع بينهم ما لقى بينهم غريم. ولنترحم على شهداء ثورة 26 من سبتمبر والرابعة عشر من أكتوبر والواحد والعشرين من سبتمبر الذين سقطوا في مواجهة العدوان البربري الغاصب. الله يرحمنا من خلقتك بس. وبرضو تعال اشرح لك الفرق بين 26 سبتمبر وما بين 21 سبتمبر عشان تفهم، لأنك تنح 40 سنة ومش قادر تفرق بين لم ولن، هذاك بتفرق بين ثورة ونثرة. شوف يا أبو عفشفش، الفرق بينهم زي الفرق بين القردعي والقيرعي. القردعي 26 سبتمبر حر خالد في التاريخ، والقيرعي 21 سبتمبر بنرسله لك يشرح لك مباشرة. ولعلمك الحوثي خده مقتنع انها كذبة، وانت مكانك مكرب. هذه مسألة كارثية تمثل انقلابا. شفت يا مخلوع انخلاعا، أهو الحوثي يقول عليها كارثية وتمثل انقلاب على الفطرة والإخلاق والقيم والدولة والشعب والجمهورية وكله، وانت ترفس مدريش ليش تعمل الحوثيين مباشر. واضح يا فخامة الرئيس، واضح من البداية أنه أبو عفشفش مهمته دعم وإسناد وداوة الجرحى ودفن الموتى، يعقبه يجلس بالمؤخرة حق المصائب. فالهزيمة لأعداء الثورة أي حبة فيهم، قد زرقت كل الثورات تلهط أبطهم لهطة. لو حد سألك عن الثورة الفرنسية بتقول إنك شاركت فيها. كم في معك ثورات؟ قلني خدهم زي التواضع حق الشوينجام، جالسها بيدك مع من تشقي مع من؟ ووو عبدوش أخواه، المخلوع هذا يشقي معك ذي الأيام ولا كيف؟ يشتغل لصالح الطاغوت بأي نحو من الأنحاء وبأي طريقة من الطرق ضمن الجبهات الكثيرة والمجالات المتعددة. طلع شغال مع الطاغوت يا أبو عفشفش، والطاغوت ده يجيب معاش مليح ولا زير واثب الموظفين؟ راعي لي باقي لك وبي على روحك يا حوثي، هو أكبر طاغوت.
بيبرمك لا تفرح بالهنقمة فوقه وقطع الصور وساكت يسكت بس زي التعلب يتماوت لما تصدق وبعدين قع بين العيون وعاده بيعمل نفسه ملكي أكثر منك اصبر بس. فنحن اليوم نحتفل بذكرى 3 سنوات لرحيل الخائن والعميد ومرتزقته إلى خارج الوطن. هو هادي إلى خارج الوطن وإلى غير رجعة. والله لو تسبل لك إنك بتخرج زي البرق. قال نحتفل ما عدريت مو تقول عشان ترضيهم وتخفف الملاطيم. خدك حالا ما قدرت تخرج من البدروم جالس تتحدى لك اللي بالخارج يرجعوا كيف؟ أي وقت اشتي عود أنا بعود. سمعت يا عفشفش؟ قال بأي وقت بيعود بيعود أمان أنه يفطرهم فطر بالبرود حقه. عفاش قدو يحرق زي الكبريت والثاني جالس فوق دافور والرئيس يحسسك أنه يشتغل بالفريون ثلقة وله داري فينهم قد بهام القرحة كلهم والقولون والبواسير. شوف كيف العودي كل شوية ونكع من الكرسي وآخرها يخطب هو واقف فخامته مليان ما يتحركش يمسك الصف الأول كله. ندعوكم إلى وحدة الصف. مش الصف حقك انت لو الصف عادهم الأسبوع الأول بعزقوا عليك وزير الصحة وبعدها آخر صحفي مع كامل الخذاني نتفوه من البيت وتهجموا عليه وانت انتبه على الصف لا يشطط. خامسا أدعو كافة المكونات والقوى في الداخل المناهضة للعدوان إلى المزيد من التعاون وتعزيز الروابط الأخوية والحفاظ على وحدة الصف. تعزيز الروابط ربط الربط خليت مربطهم شبر ما عاد خليت بحفاش إلا الشميز اللي فوقه قد لهفت كل شي منه. إيش عاد تشتي من تعاون أكثر من المؤتمرين يحبلوا يبيضوا دق لك بس لكل طاهش ناهش. كيف يا فندم؟ سياسيا مختلفين لكنهم يرتقون من حيث المصلحة. كل واحد يريد هوا يحكم وكل واحد يريد نظريته اللي تمشي. هذا هو الكلام تحالفهم زي أغنية نانسي أخصمك أسيبك لا ما بيقعش حاجة إلا مداحنة بس. وابو عفشفش انتبه للصاف والعيال ويقدر بنات الأصول ما يشكن ولا يخرج الخبر. ولا نعترف بمخرجات الحوار التي قسمت اليمن وجزأته إلى أقاليم مرفوضة وغير معترف بها. أيوه عليك نور كن حصل الكف ومن الحوثي واصبر وانبع وارفض هناك بعيد. خرج ضيقك بمخرجات الحوار ما فيش جديد احنا عارفين من قبل الحوار انك ناوي على البرلمان بس مو نقول لفايرستاين الله لا وفقه. طرحت ان ايران لن ترضى بان المبادرة الخليجية تمشي في اليمن. وانت كمان والله انك دلعتهم سنتين يا فندم ولا كان بتزور من اولها ما كانش بنوصل لهنا. شارك بالحوار الوطني وانقلب عليه بعد ما نسقوا الحوثي اللي عملته زي البشر. نقول على أساس أن الحوثي يكون حزب سياسي لكن لا يحمل الدبابات والمدفعية. الحوثي ما هو جاري ما يشتيقع ساعة خطيب وساعة ولي وساعة زعيم سياسي وساعة مجاهد يشتي كل شيء يشتي ينهب ويستفيد من الأحياء والأموات. ها حتى الأطفال والنساء يقتلونهم بغير حساب وبدون أي اكتراث ولا مبالاة. ها كيف اختلف لك نيلسون مانديلا هو يقتلهم طريق طريق بصعدة لما وصل عدن وجالس يضرب أطفال ونساء تعز والبيضة لما الآن. لكنني أمرت القادة بأن عدم أن نعمل مثل ما يعمل الحوثيين لأن الحوثيين يصيبون النساء والأطفال والذية في مدينة حرب المدن يعني جريمة. شوف شوف اللي هو رجل مسؤول كيف يتصرف مع شعبه وهو قادر يفعله وسخ لكنه رجل مسؤول ما بش معه ولاية ولا بصيرة. هو أجاب انتخاب وبروح بانتخاب مش هذا الحوثي اللي ما حد داري وين قدرت بول الكلاب. نحن نتوقع أنه بيكون في صعدة في كهوف عند هناك عميقة.
ايش يسوي هناك؟ يدور على حقال الزينة. هذا زعيم حركة ولا هوبر جالس من مغارة لمغارة؟ ايش يعمل هناك؟ هو منتظر من المهدي المنتظر بيجي على خيل ابيض بيجي ويطلع معه ويتحرك ولا مكة. الحوثي كان منتظر الامام المهدي يجي له بخيل ابيض، طلع انه اللي قاله عفاش على الشاس حرس جمهوري، وبدل ما يتحركوا مكة تحركوا النهدين، كل واحد يطوف بكعبته. هيا ولا نخص خلاص.